تعتمد هيئة الصحة في دبي على استخدام أحدث التقنيات في عالم طب الأسنان، ومن هذا المنطلق فقد تم استخدام تقنية 3D Printing والديجيتال سكانينج في عيادات هيئة الصحة في دبي في 4 مراكز، حيث توفر هذه التقنية عمليات أسهل للمريض وللطبيب من حيث الدقة، من حيث التخزين الرقمي، ومن حيث سرعة الإنجاز. الثرموميتر هي إحدى حلول المتطورة الذكية المستخدمة لقياس أداء برامج استراتيجية هيئة الصحة 2016-2021 الموائمة لخطط دبي 2021. الهدف من هذا البرنامج هو متابعة مشاريع الاستراتيجية هيئة الصحة، وذلك لتخطيط مجتمع أكثر صحة وسعادة. مع استراتيجية حكومة دبي، قامت هيئة الصحة دبي برحلة التحول الذكي عن طريق إطلاق مشروع سلامة. سلامة عبارة عن ملف إلكتروني طبي شامل للمريض، والذي يتيح للمريض الحصول على ملف إلكتروني موحد لكافة المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي. سوف يتم تطبيق مشروع سلامة كمرحلة أولى في أبريل 2017. سلامة قلب ينبض لرعاية وحماية المرضى. في عندنا برنامج إلكتروني لإدارة مركز التبرع بالدم يتضمن خدمات ذكية على الهواتف المحمولة للمتبرعين بالدم. خصائص هذا الابليكيشن يتيح الفرصة للمتبرع بالدم من الاطلاع على المواد التثقيفية والتوعوية للتبرع بالدم وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمتبرع بالدم. هذا طبعا يقلل من الفترة المطلوبة اللي يقضيها المتبرع حتى يتبرع بالدم. رجل مطبوعة عن طريق 3D Printing، مطبوعة في ألمانيا، تعد الوحيدة من نوعها في العالم. وزنها جدا أخف من الرجل التقليدية أو الطرف صناعي تقليدي، يمكن لأول مرة يتم صناعته في العالم. المقاييس اللي أخذت المريض عند بلوني أمبيتيشن، وبالتالي تعد يعني رجل ديناميكية، فعاليتها بالكامل كأنها الرجل الصناعية، ما في أي شيء يختلف عنها. هيئة الصحة هي الهيئة اللي راعية لهذه الرجل، وبالتالي بإذن الله الله يوفقنا وندخل هذه الرجل إلى الخدمة في هيئة الصحة.